أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم التزامها بالقرار الحكومي المتعلق بخفض ثمن الدواء، وذلك خلافا لما تروجه بعض الجهات من ادعاءات مغرضة وتفنيدا لما نشرته بعض المنابر الإعلامية حول ما وصفته بتراجع الحكومة عن هذا القرار. وأوضحت وزارة الصحة أن تاريخ العمل بمقتضيات المرسوم الخاص بشروط وترتيبات تحديد الأسعار الجديدة للأدوية بعد مراجعتها سيبدأ العمل به ابتداء من 19 يونيو المقبل في أقصى تقدير، وذلك بعد مرور 60 يوما على تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.